الإنسان الصهيوني وليعلم العالم أن هذه كانت مجرد بروفة، مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يكون لو حاول أن يمس بالمسجد الأقصى مرة أخرى. أقول لكم أن الضرر الموجود لا يزيد ولا يصل إلى 5%، وأنه سيتم استدراكه بفضل الله سبحانه وتعالى وترميمه خلال أيام معدودة. ورشات تصنيعنا، غرف التحكم والسيطرة لمقاومتنا ولكتائب الشهيد عز الدين القسام، مقاسم الاتصالات، كل شبكات بنيتنا التحتية في المقاومة لا تزال موجودة وبواقع لا يقل عن 95%.